مرض بالقلب. مرض بالقلب. شنو المشكل اللي عندك على مستوى القلب؟ عرفتي الكارو كميت بزاف من بزاف كميت من تقريبا واحد 27 عام. هو اللي خنق لي الشرايين شويه ودرت عمليه على برا في واحد المصحه في الوزيز والحمد لله. ودابا اللي تخيطمولي عندي افي بحال مثلا اسبين كارديولوج ولا هادو هما جبتو معايا هنايا ملي تيتقادو ليا تيدخلوهم ليا ما كاينش مشكل. الوقت اللي دخلت انا دخلت مثلا بالحد ولادي دخلوا ليا الدواء بالتنين ما غاديش نتسنى تيشخصوني عاد. وملي شافوا هادو جابوه ليا صافي وكملت عليه ولا تيتقاد ليا تيدخلوا ليا سميتو تيعطيوني هاد بحال دابا السيمانه الاخرى عطوه ليا من هنايا ومرات يدخل ليا من برا مرات يعطوه ليا هنايا. واللي زوين هنا رئيس المعقل اول ما حطيت رجلي كنت في واحد الحاله ماشي هي هذيك لان صحيا فوالا لان سي لا بروميير فوا دو ما في باش غنحط رجلي في الوكاشه. ثم ديري الشيك بدون رصيد. تم الحكم ولا مازال؟ تم الحكم عطاوني عام وباقي استئناف. دابا دوزت منها واحد 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 المده واحد الفتره وباقي لي استئناف ان شاء الله تنتمنى من الله ينقصوا باش نعم. كنت في واحد التوتر وشافني رئيس المعقل بان ما قدرش مسكين عطاني بلاصه مخيره لعب لي على نفسيتي قال لي ارتاح انا متحجم. وكاينه واحد العنايه زعما صراحه ماشي حيت كاينه عنايه وما عرفت واش على حسب الجناح اللي فيها حنايا زعما حيت شي حاجه على حسب الشيكات كنت ما عرفوش بان الواعس على الدرجه هذه. عطيته الاعز صديق ديالي ودفع لي الشيك على كنطلب لي الشيك على بياض عمرو هذا بعد خطر كاع بزاف الناس تيديروها تيعطيو الشيك على بياض. وفوق من هادشي كامل ما كانش علينا نعطي الشيك ما كانش عليه الثقه هي اللي عملت والشيكات بزاف ديال الناس دابا واخدينهم ببساطه وين هو واعر لان الجناح ديالنا كله عامر بالناس ديال الشيكات. الشيك واعر وخديت قرار ما عمري نبقى نستعملو دايوغ انايا شرك داكشي اللي عندي باش الا خرج من هنايا ما عمري باقي نستعمل الشيك بحكم العمل ديالي اللي كنت هاد 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 المؤسسه ديال عكاشه كنت من ضمن الناس اللي عملوا لها ليتيد سويفي شونتي دراسات في اللي سميتو في الكتريسيتي لا بلومبري لا سميتو. وكنت نسويفي هنايا من 88 89 90 91 92 دوزت هنايا وما عمرني في حياتي تخيلت انني غادي نحط رجلي في عكاشه. كنت نسحب عكاشه مديوره للمجرمين المخدرات وداك الشيء واني مديوره انا نهار درت شركه جيت للحبس زعما مديورة نهار درتي الثقة نهار خرجت من البيرو دو كونترول وديتيد اللي كنت فيهم وكريت الشركة ديالي جيت للحبس حيت عطيت الشيكات وتنتسارى دابا في البلايص اللي كنت خدمت فيه وداك الشيء تندور تنقول شوف ما عمرني تخيلت اني غنحط رجلي في عكاشة. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.